بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، بصوا ايه رأيكم في القرص اللي هي بالشمر واليانسون اللي هي بالعجوة؟ بصوا احنا حاطين هنا شوية كده اهو، ده للأكل، وهنا الباقي بنشيله بالمنظر ده على اساس انه ايه ما ينشفش منك. خلاص تعالوا بقى ايه، نخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، هنشوف احنا عملنا الاكل الجميل ده ازاي، القرص الحلوة دي ازاي، وتعالوا نخش على مطبخ عبير على الفيس ونشوف عملنا ايه. يلا بينا ونشوف الجمال ده كله والحلويات ده من ايد الحاجة عملتها ازاي، وايه الوصفة وايه الطريقة اللي عملتها. كانت طريقة سهلة وحلوة وبسيطة جدا، يلا مع بعضينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازيكم يا حبايبي، يا روحي يا عقلي، يا كل حاجة ليا حلوة. لما عاملين ايه يا حبايبي؟ انا طلعت معاكم عشان اعمل لكم كل حاجات حلوة، ان شاء الله. عشان انا لقيت انتوا بتحبوني، انا ركن بحبكم قوي، بعمل لكم كل حاجات جميلة. انتوا عاملين ايه يا حبايبي؟ خارج البلاد وداخل البلاد، ربنا يبارك فيهم ويخليهم يا رب. دلوقتي حبايب قلبي انا بعمل لكم رقيش بعجوة، هتبقى بعجوة وسادة، جزء وجزء هتبقى حبة كده حبة كده وحبة كده، ان شاء الله. ماشي حبايبي؟ بس هوريكم بقى المكونات اللي انا هحطها عليها. اهو يلا ده سمسم، نبتدي كده نقول بسم الله بسم ما الله، شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلوا على سيدنا محمد كده. عليه الصلاة ده والسلام. سمسم، لا الأول ده قد ايه دقيق؟ ده 2 كيلو دقيق، حطيت معلقة ريحة الكحك، اللهم معلقة كبيرة بتاعة الأكل. هتلاقيها عند العطار، وديت محلب، معلقة محلب، معلقة محلب صغيرة. ودول تيجي 4 معالق سمسم كده. ماشي يا حبايبي، تكلفيها عشان تبقى طعمها حلو. ماشي يا قلبي، ودوت هنا اللهم اهو، صل على بصوا النبي، ده هنا ده شمر شمر وينسون وينسون متنقي، متنقي ومتحمص ومضروب في الكبة. مضروب حبة كده صغيرة، بص هحطه مش كتير، حبة كده. بص يا حبايبي مش هنحطه كله لا كله كتير. يمرر والله. بص يا حبايبي كده اهو، وبعدين معانا ازازة دي ريحة الكحك. عندك ما عندكيش؟ دي ريحة الموز. ما عندكيش؟ دي كانت عندي انا حطيتها، ما عندكيش مش مشكلة يعني. دي ريحة يا ماما شميها، دي ريحة السمنة البلدي، ريحة دي ريحة السمنة السمنة البلدي، البلدي يا جماعة. ريحة السمنة البلدي. الأزايز الصغيرة دي بتبقى ريحة السمنة البلدي. اللهم صل على سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، اللهم ألف صل صلاة عليك عليكي يا يا رسول نبي، الله. عليه الصلاة ده 1 والسلام. بيكنج باودر، يبقى على 2 كيلو دقيق. على 2 كيلو 1 بيكنج باودر، ترشيه كده دايرن دايرن على الدقيق كده اهو يا حبايبي. ودولت 2 فانيليا، 2 باكو، 2 باكو فانيليا. فانيليا. شايفينه؟ اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. حبايب قلبي بعمل لكم كل حاجة حلوة. ثانية بقى، كنت بجيب يا حبايبي بس ايه حتة امسك بيها ايه، بسم بس الله حطيت ما شاء كل الله، المكونات، اللهم صل معلش وسلم عشان عليك يا انا الطبق رسول اللي الله. عندي مكسور لا فبعمل لا في غير الصينية، الطبق مكسور، احنا بنحب وبعدين نعمل في الصينية، بسم الله بحب ما اعمل شاء حاجتي الله. في الصينية، بصوا واعمل ده لكم دي كسكسي برضو في الصينية. قد ايه سمنة على 2 كيلو يا على حاجة؟ 2 كيلو، كيلو تطلع مظبوطة معاكي وجميلة. يا سخنة اوي، هنبقى بس في الدقيق. هي كده كده البتاعة واسعة وحلوة، هتشيل يعني براحتك. ال2 كيلو، 2 كيلو دي عليهم كيلو سمنة، تطلع مظبوطة وجميلة، وتطلع ناعمة كده وحلوة، ما يعني تطلعش ولا ناشفة. خشنة قوي ولا ناعمة قوي، تطلع معقولة. استني يا عبي، بس الحاجة كده تقلب فيها أقلب وراحت. فيها كده. بصوا يا قلبي الحاجة لميتها اهي معاكو، بصوا ادي الخميرة اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي كده يا جماعة. اللهم صل على سيدنا محمد، وبصوا الحاجة الحلوة حبايب مخلية، قلبي اللهم صل عليك يا رسول الله، والله العظيم والله العظيم مخلية ريحة البيت جميلة. حبايب قلبي، الخبيث في البيت حلو يا ولاد، رزق رزق يجيب الرزق. بصوا ديت ايه، يجي 4 معالق سكر على باكو خميرة مع باكو خميرة، بتحطهم مع مية دافية كده شوية، وتسيبهم لما يخمروا
قبل ما تلم عجنتك وتلم الدقيق وتروح حاطه. حطي معلقتين خل. معلقتين خل ده محسن. المخل الخل كمان بيخلي العجينه خفيفه، حتى بتحطي لي الطرط وبتحطي لي كل حاجه وللكيكه لكل شيء. بص يا حبايبي بلمها معاكم اهيت. بص العجينه جميله ازاي، والحته بقى تحفه والله. لازم تقطع فيها كده. ده ما بيتلتش، ده بيتقطع كده. مش بيتلتش، مش بيتلت زي العيش. وريهم وريهم اللت ازاي. بص اللت كده كده كده. لا ده عايز تقطيع كده، مش عايز لت يا قلب. ناس حبايبنا الجمال اللي شرفوني، لان احنا عملنا المكرمشات وعملنا الحاجات دي كلها في اول القناه، بس عشان خاطر ايه اللي عايز يشوف، ودي طلبت مني. في ناس حبايبي كلموني على الخاص وقالوا لي احنا عايزين نعمل القرقيش بالعجوه، نعملها ازاي. وانا بعملها لهم دلوقتي وبقول لهم اهي الحاجه بتعملها لكم واحده واحده. هاتي حبه ميه عبير بقى، شويه ميه سخنه على شويه ميه ساقعه. ميه فتره يعني ايه، ولا سخنه ولا ساقعه. جس كده يا امي، جس كده. حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان احنا في شتاء. يلا حط شويه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم. الحله دي مطرح السمنه، مطرح ما سيحت السمنه، حطيت ميه سخنه على ميه ساقعه. الحاجه بقى تعملها لها اهي، تقطعها فيها زي ما بتتقطع كده. بص العجينه مقلبيه ازاي، بص منظر العجينه، بص زبده، بص جميله ازاي. كيلو دقيق، 2 كيلو دقيق عليهم كيلو سمنة، نص كيلو دقيق، الكيلو دقيق على نص كيلو سمنة. ممكن تعملي كيلو احسن ما تشتري من الفرن، هيرمي معاك قد كده، ما بتاخدش غلبة. بص بخمس دقايق عجنتها اهي، بصوا زي الزبدة ازاي اهي، بصوا جميلة ازاي. تسلم ايدك حبايب قلبي. تسلم ايدك. هغطيها بقى كده شوية. تخمر دقايق بس، دقايق كده تستريح واقطعها. وقبل ما تعملي بقى كور الاخت العجوة. لا مش هعمل كور، هعمل اخد على طول. تاخدي على طول. طيب اي الحاجة بس تريح العجينة وارجع لكم تاني. حبايب قلبي بصوا، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. ايه رأيكم؟ بصوا الحاجات والحلويات اللي الحاجة عاملاها. بصوا هي بتعملها ايه في ايديها اهي، تاخدها كورة كده وريهم بتعملي ايه يا ام. حاضر. بص يا حبايبي حته عجينه اهي، بروح واخده حته عجوه. بص يا حبايبي بحطها فيها كده واروح لماها كده. ايوه اهي، برميها كوره كده. بصوا الجمال، تسلم ايدك. بصوا يا حبايبي بصوا حلوه وجميله ازاي، صغننه وجميله ازاي. بصوا بصوا المقاس، بصوا الجمال، كل مقاس بعضيه. بصوا الحلاوه. حطش 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 جنب اخواتهم يا سعاد. تعلمي. ايوه بعلمك اهو، بصوا انا بعلم امي. ايوه بص يا حبايبي صغريها. ايوه برافو عليكي. بص يا حبايبي جميلة ازاي والله يا جماعة، ريحتها حلوة وجميلة، عاملاها بالشمر واليانسون والمحلب والسمسم وحاجات تستاهل بقكم. وارخص، هتدوري عليها ارخص من تجيبيها من بره. يعني 2 كيلو دي بيعمل لك فش العادي 5، بيعمل 4 كيلو ان شاء الله. دريج. ان شاء الله. فرقي على اولادك وحبايبك وتاكلي وتشبعي. بألف هنا. وحاجات نظيفة وجميلة يا حبايبي. ألف هنا. ولسه أعمل لكم كسكسي وأعمل لكم حاجات جميلة. هنعمل كل حاجة تاني ونعمل كل حاجة حلوة. هعمل لكم حلوة. إن شاء الله. أنا هزر معاكم بقى مش عبير. أيوه. هيبقى مطبخ أم عبير. أيوه 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 يا ست. أم عبير وبعدين عبير. أيوه يا ست. أيوه. ماشي. عشان عارفة إن أنتوا بتحبوني. بتعملوا لها مشاهدة هي، أنا لأ. ماشي. بس حبايبي هيعملوا لي ما تقلقيش. أنا حبايبي أكتر. ماشي يا حاجه. ماشي انا حبايبي اكتر من حبايبك. ماشي. لا انا حبايبي كتير قوي قوي قوي. ماشي يلا كمل بقى الحاجه وتخلص كده ونرجع لكم كده ان شاء الله. حبه كمان ساده طويله كده. يعني عشان اللي مش عايز ياكل من دي ياكل من دي. اللي مش عايز ياكل بعجوه ياكل من الثانيه، ياكل من الساده.
ماشي ماشي حبايب قلبي، تخلص كده واوريهم لكم. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا دي رسول الله. السادة، بصوا حبايب قلبي، دي بصوا الجمال، السادة، ودي ام عجوة بصوا عشان عندنا الشاي بيحب بعجوة اه، بصوا وشاي بيحب سادة. بصوا الجمال اه بصوا هنا، بصوا هنا، انا العجوة دي شايلها من رمضان، اه كنت جايباها في رمضان، جايبة حبة حلوين كنا وشلتهم. جايبين في العادة 5 كيلو وجزأناهم وشلناهم، بصوا الجمال، عشان احنا بنحب في الشتا باتنين نعمل كيلو كده. دقيق مخليين ريحة البيت حلوة قوي 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 وجميلة وعملنا جدا. بالشمر واليانسون، اه وعندنا حبة الكحك كلها شيلناها في التلاجة، احنا بس بنشتري دي والسمنة ما بنعوز نعمل ربنا يديك الصحة، هي كل الحاجة حاجة تعبت عندنا. معانا النهاردة، ربنا يديك الصحة يا رب. اه بس ايه رأيكم في الجمال والحلويات؟ حاجات جميلة قوي يا ولاد، ان شاء الله كده تستاهل بأكل. اه ادخلهم الفرن بقى كده. احنا على طول بنحب نعمل الحاجات دي في البيت، اما تشتري من بره ملوش طعم، لا ومش زي مش البيت نضيف وخدمة زي البيت. البيت. اه هعمل كده ان شاء الله. اولع بقى الفرن، هو حابب بقى لسه تسويه في هيتخمر. الفرن وتوريهولكوا بعد كده. هوريكم بقى الحلويات والجمال. اه ماشي، خليكم معانا بقى. حبيب قلبي يا انتي عسل، مش عايزة تقولي لهم اي حاجة عشان انا هبقى اطلع الفيديو، اطلعه من الفرن اطلعه وانا نايمة وهي هتخش تنام بقى. ماشي اخش عشان نايمة بدري. عشان هي عيني اه خلاص سلمت وتعبانة جدا. اه هي بقى هتقول لكم حبيب باي بقى باي هسويه وتوريكم وانا الجمال بتاعه، هساوي وهوريكم كل حاجة حلوة وانا بحبكم يا حبايب قلبي واعملكم كل جديد، ان شاء الله. وانا معاكم والله اللي انتوا عايزينه كله انا اعمله لكم يا حبايبي، عشان انا بحبكم، عشان ماشي انتوا بتبعتوا لي مشاهدات حلوه ماشي وبتعبتوا لي كلام كلام جميل. ماشي يا حاجة، ماشي يا حبايب قلبي، يلا اشوفكم على خير واشوفكم كل جديد. انتي بقى خشي نامي وانا يا جماعة ادخلهم الفرن اطلع اوريه لكم. ماشي يا خليكم حبايبي، معايا سلامه يا قلبي، مع السلامه حبايب قلبي. ايه رأيكم؟ صلوا على النبي كده يا جماعة، قولوا له ايه رأيكم في الحلويات دي. ادي القراقيش وادي اللقمة بعجوة. ماشي، بصوا الجمال والحلويات والطعم، والله العظيم تحفة وحلو قوي قوي قوي. الحاجة بقى تقوم من النوم، هخليها تقطع لكم بقى واحدة كده وتفتحها لكم، يكون بردت كمان، وتوريكم بقى كل حاجة حلوة فيها. ماشي، خليكم معايا لما تصحى، هي شوية وهتصحى. حبايب قلبي، بصوا الحاجة، بصوا الحاجات الحلوة، هي دلوقتي كده معاكم وهتقول لكم الطعم ايه والدنيا ايه. صحيت من النوم، صباح الخير حبايب قلبي. معلش ما كنتش نمت بقى وقمت عملتها، فقلت بقى انام وما هم بقى اوريها لكم بقى. بصوا الجمال بتاع القراقيش جميله ازاي، بصوا لهم جميله جميله قوي 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 يا حبايبي، بصوا العجوه من جوه جميله ومرقه ازاي من جوه، حلوه حلوه يعني، بص تقطع اي حته فيها فيها عجوه. بصوا العجوه دي انا جايباها وحطها في التلاجه من رمضان، يبقى بخلي حاجة الحاجات دي عندي والريحه والسمسم وريهم كله برضو السيدة يا ماما، عشان خاطر ما باجي على سهوه كده يقول لي يا ماما عايزين قراقيش. بص الصاد عامله ازاي، جميله قوي قوي، طعمها تحفه مع كوبايه شاي بلبن الصبح لو مش عايزه تفطري، وتفطري منها وتفطري عيالك، جميله وبترمي معاكي ما شاء الله كتير يعني. احنا بقى بنعبي كده في العلب عشان ما تنشفش، وبنطلع على قد ما احنا ايه رايحين جايين عليها، بناكل نشرب كوبايه شاي الصبح بلبن انا وعبير، بالليل عايزين نشرب كوبايه لبن معاها واحدتين، وجوزه وجوزها اه اللهم صل على ربنا النبي يخليه. وجوزه. بس فحبايب قلبي الحاجه في البيت جميله، وما تعملوا العجينه في البيت تملى البيت بركه، وانتوا وحشيني كتير يا حبايبي، معلش قمت من النوم بقى معموله شويه، ربنا ما يحرمنيش منكم ولا من سؤالكم عليا يا رب، ويخليكم ليا ويبارك لي فيكم كل البلاد ومصر كله، كل اللي بيسأل عليا ربنا يبارك لي فيه يا رب ويخليكم، وما تحرمش منكم ابدا عشان انتوا حبايب قلب، ووحشني كتير ووحشني لايكاتكم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي صلى على الحبيب قلبه يطيب يا حبايب قلبي. ما تاكل كده ووريهم الدنيا ايه، عشان لسه واكل. عادي دي حلوة، هي جميلة بصراحة، ما يعني الواحد ما بيشبعش منها. جميلة والله، لو تدوقها تحفة. المرة دي بقى حطيت عليها شمر وينسون، الشمر وينسون مخليها طعمها حلو قوي، مخليها طعمها جميل قوي كمان، الشمر والينسون حلو. يلا نشوف، واي حد عايز يعمل حاجة انا عليا ليه، واي حد عايز حاجة جديدة يقول لي وانا اعملها له. حبايب قلبي بشوفكم على خير يا رب، وربنا يبارك فيكم
اشوفكم في فيديوهات جديده وكل حاجه جديده كل يا حاجه رب. جديده اعملها لكم حبايبي، اللهم امين وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. يا رب يا يلا رب. بسلامة الله، مع يلا ان السلامة. شاء الله نشوفكم على خير ونشوفكم في فيديو جديد ونقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.